الآن. صباح الفل عليكم الكل، إن شاء الله نهاركم زين فيه الخير الربح والطاقة الإيجابية. 28 فيفري نودع شهر ونستقبل شهر كوكب الطاقة اللي هو المريح، باش يكون متواجد في برج الدلو الآخر الشهر مارس، ونزيدوها كوكب الحب الرومانسية اللي هو الزهرة، وحاليا زيدة الشمس منورة الحوت، ومن بعد نهار 20 مارس تنور الحمل وتجيب معها الحظ الكبير لكافة الأبراج النارية. إن شاء الله رح يكون في عندها إنجازات مقدرة، خاصة بمجال المهني، دخول بأعمال جديدة، ترقيات في مجال العمل لمن يعمل، وأيضا لمن لا يعمل فرصة ممتازة لإيجاد عمل مناسب وبشروط مناسبة. طاقة لتتعرف على ناس جديدة، فترة ممتازة للطلاب للدراسة. ونرجع زيدة بأكثر تفاصيل، نهار 2 مارس فما ولادة جديدة من القمر، يعني عنا بدايات جديدة وبش تكون مهمة، فما تصحيح مسار، فما زيدك تخربيش هذيك، البعض ممكن فما عقد زواج وإلا عقد مهني، والبداية بش تكون مع الحمل الأسبوع هذا، تتحسن الحظوظ وتعيش الفرحة السعادة والمفاجآت المبروكة. الثور عنده الفلوس، نعم أرباح مالية وانطلاقة مهنية جيدة، والجوزاء مرحلة مهمة وتتمتع زيدة بالصحة جيدة، زيد على قريب عندك احتفال بزواج وراهو ماكش وحدك، حتى البعض من مواليد برج الحوت عندهم زواج وحظوظ عاطفية كبيرة. السرطان يعيش الحب الرومانسية وعنده مغامرة ما تخطرش على البال. الأسد افاق واسعة، وإن شاء الله يا ربي تتغير الأقدار وتعيش الحظوظ الزينة. كيف وكيف العذراء، الفيل الزين يرافق خطواتكم وبش تكون محظوظ بالتغييرات الجديدة وتحقق أهداف زمان بعيد. نتعدي ونحن للميزان، مفتاح نجاح في المكتوب، ونتيجة راهي كيف ما تحبرك باش تحقق أهدافك بالعزيمة وتستقبل نهارك بطاقة إيجابية. العقرب الفترة هذه كلها اتصالات أخبار مبروكة، زيد المرحلة هذه تعيش تغييرات بالرغم من بعض الأزمات، والقوس عنده تطورات، فما حصل موجة من التفاؤل ويرجع الأمل ينور حيك، والجدي بالفلكي منيب الشيخ، وفما علاقة قديمة تعود تظهر من جديد. نتعدي ونحن للدلو، عنده سفر وبداية مهنية جديدة تتحل قدامك، ينعم فيق ويتبسم له الحظ من جديد، راهو باش يناقش لنا فكرة، والأسبوع هذا خليه للقاءات والأخبار السارة. ونختموا مع الحوت، نهار اليوم يحكي على أرباح مالية، فما فلوس الأكثرية مواليد برج الحوت، وإن شاء الله يا ربي تتغلب على كل، ينعم كل مشاكلك المهنية.